لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة السبت 2 مايو، والنهاردة القمر موجود في برج العذراء من الساعة 7:35 الصبح. عندنا كمان عطارد والشمس لأورانوس، الثلاث كواكب في برج الثور، وفينوس في الجوزاء، والمشتري وبلوتو في الجدي، والمريخ وزحل في الدلو، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل، النهاردة عندكم القمر موجود في منزل العمل الإيجابي، منزل الصحة الإيجابي، وده بيديكم طاقة ونشاط وقدرة على الإنجاز هايلة، وإصرار إنكم تنجزوا شغلكم على أكمل وجه. تعرفوا كمان ترتبوا أفكاركم وتنظموا جهودكم وأولوياتكم وتوظفوا جهودكم في اتجاه سليم. نروح بعد كده لبرج الثور. مواليد الثور، النهاردة عندكم القمر في منزل الحب، بيديكوا طاقة عاطفية هايلة، وتعرفوا تقضوا أوقات حلوة مع الأحباب، وتعرفوا تقضوا أو تأثروا في الطرف الآخر وتعبروا حلو عن مشاعركم. كمان لو عندكم أولاد تقدروا تحققوا تواصل أفضل مع أولادكم. وفي الشغل كمان عندكم احتمالات كبيرة تحققوا نجاحات وتعرفوا تثبتوا وجودكم في كل عمل بتتواجدوا فيه. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. هو مواليد الجوزاء، النهاردة عندكم للأسف القمر في وضع معاكس، ده ممكن يخلي فيه ضغوط بتلقى عليكم او على عاتقكم، فلازم تاخدوا بالكم وتحاولوا تنظموا جهودكم وتكونوا متماسكين قدام الضغوط. كمان في علاقتكم بالاهل وبالقرايب وبالاصحاب مهم تحافظوا على اللباقة والدبلوماسية علشان تحافظوا على علاقتكم باللي حواليكم. حاولوا يعني تحافظوا على التوافق ما بينكم وما بين اللي حواليكم، حتى لو كنتم معرضين لاستفزاز حاولوا تكونوا متماسكين قدام اي استفزاز، وتجنبوا الدخول في اي نقاش او جدال ممكن يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب والاصحاب. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان، النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، بيديكم لباقة ودبلوماسية، وبتنفعكم النهاردة اليقظة الذهنية وسرعة البديهة، وتعرفوا تحسنوا التصرف قدام اي مستجدات. عندكم كمان اوقات حلوة ممكن تقضوها على كل الاصعدة في الشغل او في الحياة العاطفية او الاجتماعية، وكمان مع الاهل والقرايب. نروح بعد كده لبرج الاسد. ومواليد الاسد، النهاردة عندكم القمر في المنزل التاني، ده بيخلي تركيزكم اقل، فحاولوا النهاردة مواليد الاسد انكم تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها، وحاولوا في الحسابات وفي الفلوس تعتنوا بحساباتكم ومتتسرعوش. النهاردة يوم مش مناسب للبيع والشراء، فلازم تكونوا حذرين في اي قرار بيع او شراء. كمان قرارات الشغل لازم تنتبهوا وتراجعوها كويس. المهم الشغل والفلوس تكونوا يعني حذرين عشان ما تقعوش في اخطاء تتسبب لكم في خسائر. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء، النهاردة عندكم القمر في برجكم، بيديكم منتهى السحر والجاذبية، والنهاردة عندكم ثقة بالنفس اكتر، وتعرفوا تفرضوا ارادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء، وكمان تلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج الميزان. مواليد الميزان، النهاردة عندكم القمر في منزل الصحة السلبي، ده ممكن يخلي الطاقة اقل، فمهم جدا تحاولوا تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم تحموا نفسكم من اي عدوى. البعد عن الاخرين عن الاضواء مهم. مهم كمان انكم ما تعلموش خططكم، تشتغلوا في صمت، وما ما ت...
تعلموش الخطط بتاعتكم واخباركم، وكمان ابعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب النهارده عندكم الوضع الفلكي داعم اجتماعيا ومهنيا، ممكن تلاقوا اصحاب بتقف جنبكم، وكمان في الشغل من السهل تحصلوا على مساندة او دعم من زملاء في العمل او رؤساء في العمل، وتقدروا تقضوا اوقات حلوه مع الزملاء او مع الاصحاب، ممكن يكون في اوقات ممتعة ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس، وده ممكن يخلي في قيود كتير عليكم مهنيا، حاولوا تكونوا متماسكين قدام اي قيود، وكمان قدام اي استفزاز حاولوا تكونوا لابقين عشان يعني ما يحصلش اذيات او ما تخسروش علاقات او ما تصعدوش المواقف مع اللي حواليكوا، خصوصا زملاء العمل او رؤساء العمل. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي النهارده عندكم القمر في منزل الحظ، وده بيديكم ميل للتطور، وتقدروا انكم بالفعل يكون عندكم استعداد تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، وده بيحقق لكم تطور، وتقدروا تحققوا كمان مكاسب من خلال التطور اللي تقدروا تتوصلوا له. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهارده عندكم القمر في منزل المدخرات، بيديكوا يوم مناسب جدا للتخطيط للمستقبل، وتعرفوا تخططوا لتنمية مدخراتكم او املاككم. النهارده يوم مناسب انكم تديروا اموركم الماليه بحكمه وتاخدوا قرارات موفقه، ويوم مناسب للبيع وللشراء كمان، وممكن او يكون في فرص لاكتشاف معلومات خفيه عنكم. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهارده عندكم القمر في مواجهة برجكم، ومطلوب من مواليد الحوت انكم تتمالكوا اعصابكم قدام اي خلافات، حاولوا انكم ما تسيبوش نفسكم للعصبيه. كمان مواجهة القمر ليكم بتخليكم ممكن عندكم حيره وتردد في اتخاذ قرارات، حاولوا انكم ترتبوا افكاركم واولوياتكم، تدرسوا كل قرار قبل ما تنفذوه. خدوا بالكم لازم ما تتسرعوش في القرارات المصيريه سواء على الصعيد الشخصي او المهني او المالي، مهم زي ما قلت تاخدوا بالكم من حقوقكم، ممكن تكون عرضه انه حق من حقوقكم يتاخد، فما تتسرعوش عشان تحافظوا على حقوقكم، خصوصا لو كنتوا مطالبين بتوقيع اوراق او عقود او كنتوا مطالبين بفلوس، فلازم تاخدوا بالكم في قصة الشغل والفلوس والحقوق. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.